كان سأل سائل دلوقتي على حكم المرور امام المصلي. انا كنت سمعت قبل كده بس مش متذكره فين ان نهايه المسافه للسجاده سجاده الصلاه. لا ما في، هم كلهم ثلاثه اذرع مش نهايه سجاده يعني. تمام، يعني ده الطول اللي احنا ممكن نعدي بعدها عادي. ثلاث اذرع تقريبا يعني مترين مثلا. تمام